قالت مديرة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة الدكتورة مريم الهاجري إن الإصابة بإنفلونزا الخنازير H1N1 ليست خطرا على حياة المصاب ويمكن علاجها فور اكتشافها، حيث تتوفر اللقاحات والعلاجات اللازمة لها. وردا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجود حالات مصابة بإنفلونزا الخنازير H1N1، أشارت الدكتورة الهاجري بأن تسجيل حالات في مملكة البحرين لا يعني وجود وباء ولا داع للخوف أبدا، حيث إن إنفلونزا الخنازير أصبحت كالإنفلونزا الموسمية التي يتم التعامل معها وعلاجها، متوقعة أن تزيد عدد حالات الإنفلونزا بمختلف أنواعها في الفترة القادمة مع تغير الأجواء، باعتبار أن موسم الإنفلونزا الموسمية يبدأ في هذه الفترة من السنة. وصرحت الهاجري بأنه تم اكتشاف 3 حالات مصابة بإنفلونزا الخنازير يوم الخميس الماضي بمجمع السلمانية الطبي، وقد تم علاجها بمضادات فيروس الإنفلونزا ولم يتم إدخالها المستشفى. من جانبه أفاد الدكتور مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى بالمستشفى العسكري بأنه تم تحليل 56 عينة مشتبها بإصابتها بالإنفلونزا الموسمية، وأثبتت التحاليل المخبرية بأن 26 حالة مصابة بإنفلونزا الخنازير من بينها 6 عاملين صحيين جميعها تماثلت للشفاء، وقد تم إدخال 8 حالات منها فقط للمستشفى لإصابتهم بأمراض أخرى للإطمئنان على صحتهم. وتود وزارة الصحة أن تطمئن الجمهور الكريم بأنها على استعداد كامل للتعامل مع هذه الحالات وعلاجها بأسرع وقت، وأن تطعيم الإنفلونزا الموسمية متوفر في جميع المراكز الصحية. وعليه فإن وزارة الصحة تحث الجمهور الكريم الراغبين في أخذ التطعيم بالتوجه للمركز الصحي التابع لمنطقتهم تفاديا ووقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية. للمزيد من الإيضاح حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى رئيس مختبر الأحياء الدقيقة بالمستشفى العسكري. دكتور القحطاني مساء الخير، بداية كيف تم الكشف عن هذه الحالات وهل هي قادمة من الخارج ونقلت الفيروس للمملكة من الخارج؟ مساء النور، شاكر لاتفاقكم معي اليوم. أحب بس أنوه فكرة بسيطة عن ما هو مرض H1N1. هو عبارة عن إنفلونزا، أحد أمراض الجهاز التنفسي اللي يسببها فيروسات من ضمنها فيروس الإنفلونزا. طبعاً بدينا نكتشف هذه الحالات من بداية يوم الأربعاء اللي كان موافق 7 أكتوبر من 2015. طبعاً سبب اكتشافنا الحالات كنا إحنا متوقعين بعد انتهاء موسم الحج وبعد انتهاء موسم الكورونا فيروس اللي كان منتشر في المملكة العربية السعودية، وباتصالنا مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية كنا متوقعين أن بتكون حالات بتنتشر مرض الإنفلونزا H1N1 أو المتعارف عليه بالإنفلونزا الخنازير، وبالتالي تمينا نستخدم أحدث الأجهزة لكشف مرض الإنفلونزا H1N1. فبدينا من اليوم الأربعاء أي شخص مصاب بأعراض الإنفلونزا يتم أخذ مسح عينة من الأنف، وخلال 45 دقيقة نستطيع نعرف إذا هل هو مصاب بمرض إنفلونزا ولا لا. وبالتالي مثل ما تفضلت من يوم الأربعاء إلى اليوم السبت كشفنا على أكثر من 55 عينة أو 56 عينة أثبتت إصابتها 26 فقط بمرض H1N1. وبالتالي هذه الحالات التي تم الكشف عنها كانت قادمة من خارج المملكة؟ لا، هذه حالات هي موجودة في البحرين، حالتين فقط اللي هو أتوقع كان أحد أسباب انتشارها، واحدة فقط كان لمريض راجع من الحج. طيب كيف تم التعامل مع هذه الحالات المصابة؟ هل هناك ما يعرف بالإيزوليشن روم؟ هل تم عزلهم عن بقية الحالات؟ طبعا هناك 4 تم التعامل مع كشف هذه الحالات. أول شيء استخدام جهاز إنه يكشف الحالة هذه خلال 45 دقيقة، وبالتالي عندنا سرعة ممكنة إنه ممكن نعرف هل الشخص مصاب بمرض الإنفلونزا الموسمية أو مرض H1N1، وبالتالي عزل المصاب إلى قرف خاصة وتوعية الأهل وعمل كشف بأسماء جميع المخالطين وتحويلهم للجهات المعنية. طبعا ظروف نقل العدوى في H1N1 نفس ظروف نقل العدوى في الإنفلونزا البشرية الموسمية. اي نعم، هناك تشابه كثير ما بين انفلونزا الموسميه وانفلونزا H1N1.
فانتشاره يكون عن طريق الاختلاط المباشر ما بين المصاب. طب دكتور، ما هي خطورة المرض؟ احب انوه لو تسمح لي اعمل لك مقارنه بسيطه ما بشكل بين الاتش مختصر لو 1 سمحت. ما بين الاتش 1 ان 1 والكورونا. احنا تم التركيز في الفتره الماضيه على الكورونا، وتقريبا نسينا مرض الانفلونزا او الاتش 1 ان 1. فانتقال الاتش 1 ان 1 الى الاشخاص يكون اسرع كثير من الكورونا، وبالتالي سبب وجود الحالات الكبيره هذه بسبب ان المخالطه المباشره هي احد الاسباب اللي تخلي الانسان مصاب، واهم نعم. سبب عدم اخذ التطعيمات. طيب هذا دكتور، سبب على جدا ذكر مهم. التطعيم، هل التطعيم ضد الانفلونزا البشرية الموسمية يعتبر واقي ايضا من الاتش 1 ان 1؟ نعم هل تنصحون باخذ هذا التطعيم؟ نعم التطعيم الحالي الموجود بالبحرين يقي الانفلونزا الموسمية العادية وانفلونزا الاتش 1 ان 1، فهو يغطي الاثنين. شكرا جزيلا لك دكتور مناف محمد القحطاني، استشاري الامراض المعدية ومكافحة العدوى، رئيس مختبر الاحياء الدقيقة بالمستشفى العسكري.